شركان او حالايكا قب سومي قصرية مده توية ده جمهورية ده سومال لان اسلاماركان او شرق دومين ايي مدحوينة جمهورية ده سومالي لان مدانة موسى بي عبد كونة وهلين ايي مدحوينة كحوغينك جمهورية ده سومالي لان مدانة عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليع او ها كولانكي لباد ايلو بلانسانا ما تو حدا ايالاقا سو ساري قو اما ايو بلامين شركان كي كوري ايي طبعاً كأورور السياسة الوسط بحيث ترتكب حسبية قرن كسومال لأن حكومة الجمهورية الصومالية لان مركز لجسوب بحيث شركة سوى حقد بدي لجاجا وده الله يكسب بحيث شركة فافين كبيحيي إسلام ركانة آخرين قدوميها أورور السياسة كرتشو عبد الله أحمد ذهب قد بدأ كسب بحيث شركة وحيد جناية سلطان كو إن الرماة قرن كا والرضا هي حكومة مال وغسو ودتشيستان وحكستا او قرنكا كوي مادا سيمدايسان لوغا هرتغو لابو ان حالة دلاس عانود لغو سو دبال النبض يو ود هدل سيحال وارا لوغارو سدح ان مدحدا اردو اي تاغيران حبت جوچنت حكومتو اي كود واغداي لنا اكلنا وحي اغو باقين دانكا كلا ان اي فليان سيدو كالي waxay ogeymiyeyshu urrada iyo xukuumadu isla garteen in la sii wado dadaalka nabada ee lascaanood afar in urrada siyaasadu gacan buuxda ka geystaan xal u helista colaadda lascaanood shan in qarar ahaan taakulo iyo gurmad degdeg ah loo fidiyo bulshada ku barakacday magaalada lascaanood لح إن أرادة سياسة دوليهين حقوق سياسات أو لمد أه تحسبية دي هوري إسلامار كان أي قيب كيهين طلادة يوال هذا الكستا أو لحيرا أرمها دورشوينكا تضبو وقدم بين وحي سوى ذا شرعة ليسوى قرتي إن أرادة أي إسكسو صاران هل هل حوين أو كا قيب نقضة طلادة iyo wada hadalka arrimaha doorashooyinka ilaahba mahadle